طيب احنا يعني انا عايز اكون مترافع شاطر، اعمل ايه؟ اذا نتحدث عن زاد المترافع. منذ قليل قلنا الثقافه العامه يا شباب هامه جدا، ولا تستقل بنفسك، انت متميز، وانت متميز دون ان تدري يا رجل الحقوق أو يعني صاحب الحقوق ذكر أو أنثى. إذا جمعك محفل أو مكان ما ودار حديث وأنت طالب حقوق وكان من المتحدثين زميلك دفعتك في الثانوية العامة وصديقك ولكنه في كليات أخرى، سيتضح من الحديث أنك رجل حقوق دون أن تدري، كلية قمة، وتقول لنفسك لما لا أتميز ولما الإحباط؟ أنا إمتى هبقى زي فلان؟ ما بقيت زي فلان وأحسن من فلان، ما الذي ينقصني؟ ينقصنا اللي إحنا بنتكلم فيه، قراية، ثقافة عامة، تركيز في اللي إحنا بنعمله، تكون متميزا. أنا كان عندي بقول لكم بدرس من 2005، اتخرج طلبة يعني 17 18 سنة مقيدين نقض دلوقتي، كانوا بيحضروا قدامي في كفر الشيخ طبعا في المنصورة، تاني المنصورة ما بيجيش هنا لأنه عنده حقوق في المنصورة، كانوا إنما كفر الشيخ منهم هنا في ناس بيجوا حقوق اسكندرية، وصلوا محامي النقض بسم الله ما شاء الله، يعني إذا تحدث بعضهم لا تمل المحكمة تسمعه حتى النهاية، وده المطلوب، ده نجاحك كمحامي كده، المحكمة تسمعك وتستأثر على أذنها، إذا استأثرت هتوصل فكرتك. زاد المترافع، زاد يعني زي الأكل، زاد زي الشرب، شيء تتزود به، وفي الحديث يعني تزودوا للسفر. اولا ساعة الاطلاع، اقرا، شوف المجال اللي انت بترتاح فيه ايه، علم اقرا في علم، شعر اقرا في شعر، اي حاجة لها قبول او استهواء عندك، فلسفة اقرا في فلسفة. هذه القراءة الدائمة وسعة الاطلاع تؤهلك أن تكون مترافعاً جيداً، سواء كنت في النيابة سواء كنت في المحاماة. وقوة البلاغة، قوة البلاغة هنا بتيجي من سعة الاطلاع. خلي بالك أنت بتقرأ ممكن وأنت يعني مش لازم قاعد على مكتب مسترخي مسترخي، قاعد على كرسي، قاعد في بنت الكلية، في أي مكان انت امام نفسك انت بتتسلى، ولكن ما تقراه ومرور عينك على هذه الجمل والاسطر انت بتختزن لا شعوريا، بتشوف تركيب الجمله، بتشوف السياق، بتشوف لو لقيت اسلوب كاتب يعني سلس مفيش تعتعه وانت بتقرا، كل ده انت بتتشكل منه دون ان تدري. طب انت ما بتعملش كده مش هتتشكل، وتيجي تقول لي ما المرافعه دي مساله صعبه، لا مش مساله صعبه ولا حاجه خالص، انت ما بتقراش حاجه هتبقى صعبه طبعا، ده ربما في حديث عادي تخاف تتكلم، او اذا اتكلمت يبقى كلامك ليس مرتبا او متسلسلا الى اخره. ولذلك كان الاستاذ الدكتور وديع فرج رحمه الله كان استاذ القانون المدني في جامعه في كليه الحقوق جامعه القاهره في الخمسينيات، له عباره جميله جدا يقول لك رسوخك في القانون بمدى اطلاعك خارج القانون. شفت بقى، ما هو لغه القانون لغه خاصه، انا بدرس اجراءات، عرفت الاجراءات واحكامها والتلبس وكذا والى اخره، او المدني عرفت احكامه،
ده امر طبيعي ومفترض، ما هو انت راجل قانون. انما لكي تكون قويا في القانون اللي هي الثقافة العامة، فبقدر اطلاعك خارج القانون هتيجي تترفع كنيابة او كمحامي، هتسوق لأبيات شعر تستشهد بيه، هتسوق ما تريد توصيله الى المحكمة باسلوب ادبي بليغ جميل يجعل المحكمة تستمع اليك حتى تنتهي.